بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي. لان اليوم كملوا مع بعضنا في الزويت سؤال لو ديتيرمين لي ديمونسيون اي لينيتي دون لو سيستيم انترناسيونال تاع لي كونسبور ا اوميغا، معناها نديرو تحليل البعد تاع ا اوميغا وايضا نحطو الوحدة تاعهم في السيستيم انترناسيونال. نبداو في الوحدة اوميغا، لو بان فيها اللي هي مابي سوسيو تساوي 2 بي اف وتساوي 2 بي اسمها تي، حيث تي راهو في السكوند و اف راهو في الهرتز معناها تعرفوها. ونعرف الوحدة تاع أوميغا اللي هي راد على السكوند، هذا بالراد وهذا بالسكوند. أوميغا الوحدة تاع الراد راد على السكوند، لقينا الوحدة تاع تحليل البعد تاعها. وين نديرو تحليل البعد؟ كيف نديرو تحليل البعد اللي أوميغا هو نفس تحليل البعد اللي 2 بي قسم تحليل البعد تاع تي في هذا اللي هو لا بيريود. هذا عبارة عن عدد كونستو الوحدة تاع واحد نحطوهم، وهذا الوحدة تاع من وحدة الأزمنة اللي هي تي بعد، لأن هجمة تي أس ناقص واحد. إذا أوميغا الوحدة تاعها من وحدة الأزمنة تي. نفوتو الأر، هذا الثابت هذا الفريم. الأر عملنا فيه الوحدة تاعو من وحدة إكس، الوحدة تاعو من وحدة إكس اللي هي بالمتر، الوحدة في السيستم انترناسيونال. حبينا نجبدو تحليل البعد تاعو، التحليل إيه تحليل البعد واش نديرو؟ إكس واش يساوي أ في كوسينيس أوميغا تي قسمة 3 بحال هاذ. تحليل البعد دي إكس ونقولو مباشرة أ يساوي إكس قسمة كوسينيس أوميغا تي قسمة 3. تحليل البعد دي أ هو نفسو إكس قسمة كوسينيس أوميغا تي قسمة 3. إكس وحدة أ ولا تحليل البعد تاعها من وحدة الأطوار اللي هي الآن بحال هاذي. كوسينس هيدا لما دعما تأثرنا الأوميغا الوحدة تاعها هي كيما لقينا هذا وين تي أس ناقص واحد، والزمن تي اللي هو الوحدة تاعها بالزمن تي، وثلاثة هو عبارة عن عدد قسمة واحد. يربح هذا مع هذا يبقى لنا بشكل أن قسمة واحد اللي هو أن. إذا وحدة الأر ولا تحليل البعد اللي أر هو من وحدة الطول اللي هو أن. في الحالة هذي قلنا نقولو مجاطي أر الوحدة تاعها اللي هي بالمتر. الوحدة في السيستم انترناسيونال. وتقول الثاني، السؤال الثاني دوني ايكواسيون دو لا تراجيكتوار، معناها تنصمينو الزمن. كيما تنصم الزمن كيكون عندنا كوسينيس وسينيس، استخدمو الخاصية هذي كوسينيس ا ولا كوسينيس اكس مربع زائد سينيس اكس مربع تساوي لواحد مهما يكون اكس. كيما نديرو ربع اكس ربع ايكغراك، تخرجنا اكس مربع هاي ايكغراك مربع يساوي ا مربع في كوسينيس أوميغا تي قسمة 3 مربع، هنا أ مربع في سينيس أوميغا تي قسمة 3 مربع. نجمع الطرفين باش يخرج لنا إكس مربع زائد إيكغراك مربع يساوي أ مربع فقط هذا زائد هذا، كوسينيس أوميغا تي قسمة 3 مربع زائد سينيس أوميغا تي قسمة 3 مربع. على بالنا كوسينيس زائد سينيس في جوج مربع، ندنا الواحد يخرج إكس مربع زائد إيكغراك مربع تساوي أ مربع مربع الواحد اللي هو أ مربع. هذه هي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار، معناها تخلصنا من الزمن. واش هي هذه؟ عبارة عن دائرة مركزها صفر ونصف قطرها هو أ، لأنه معادلة الدائرة معادلة الدائرة في الحالة العامة هي من الشكل هذا، إكس ناقص إكس زيرو في مربع زائد إيكغراك ناقص إيكغراك زيرو في مربع يساوي أ مربع اللي هو نصف قطر. عبارة عن دائرة سيركل دو رايو في ورايو تاعها اللي هو ار يساوي ا، و دو سنتر عندها مركز الدائرة هذي واش هو صفر صفر اللي هو او. مبدأ المعلم. السؤال الثاني قالنا ديتيرميني واش هي او ام و في و غاما دو تي اللي هو المركبات في وعاء الوضع والسرعة و التسارع. كيف نلقاو المركبات هذا؟ اكيد في كوردوني كارتيزيان و ام واش يساوي مباشرة على بالنا يساوي اكس مضربة بالاي شعاع زيد إيكغراك في جوج شعاع. الحالة هذي زاد ما عنديش، عندي فقط إكس و إيكغراك، نعوضهم و خلاص. أ مربع في كوسينيس أوميغا تي قسمة 3 الإي شعاع زايد جي ولا حتى هي الأ إيكغراك نعوضها بأ سينيس أ في سينيس أوميغا تي قسمة 3 في جوج شعاع. إذا أو أن الحالة هذي تخرج لنا كي نزوق على مشترك يخرج كوسينيس أوميغا تي قسمة 3 الإي شعاع زايد سينيس أوميغا تي قسمة 3 جي شعاع. بعد واش قالنا هنايا؟ قالنا نلقاو الطاولة تاع كل واحد فيهم. نلقاو الطاولة تاع أوان لو موديل دو أن واش يساوي؟ يساوي جذر ربع هذا ربع هذا، ما تساويش أ هذا، أ هذاك ربع من بعد يكون جذرهم ربع هذا ربع هذا كوسينيس أوميغا تي
قسمة 3 مربع زائد سينس أوميغا تي على 3 طول مربع. مباشرة هذا الفيزيك كيجمعهم من الدلة واحد قلنا وجه أ اللي هو كنجدرو أ تقال أ الأ راهو مجبر على كل ما قالنا في تمييز راهو بوزيتيف. ولحظة عندنا قاعدة وعندنا أ العدد مضروب في كوس سينس زائد سينس كل هذا داخل نفسه مباشرة نقولوا بلي الطاولة أ هي قيمة مطلقة لهذا معناها إذا موجب حطو كيما راه إذا سال نرد موجب على مكان. إذا هذا هو الموديل تاع أو أن يساوي أ الوحدة أكيد راح تكون متر. كنلقاو في كيف نلقاو في في دو تي شو تساوي كتبو قانون اللي هو مشتق موضع بالنسبة إلى الزمن اللي هو إكس بوان الإي شعاع الإي هنا زائد إيكغيك بوان جي شعاع زائد زاد معندناش بحال هادي. أنا واش راح نديرو نشتقو المركبة هادي راح نشتقو المركبة هذا مكان. ملاحظة هنا عندنا الأك عام مشترك برا معناها هنا شنو نشتقوه لأنه موجودة أ مضروبة في عدد ونجا أ برك محطوط وحدو نشتقوه عندنا زيرو هذا مضروب في دالة ما نشتقوش نشتقو فقط ثلاثين هذا من هذه قاعدة فتحها في الرياضيات كي تكون لندا في أف إكس دابا نشتقو هذي واش دير نخليو لندا ونشتقو أف هذا مكان هذا يساوي هذا باهي لا لا كيما نشتقو الدالة هذي المركبة أيضا هذي لقيتوها في الماط كوسينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة شنو تساوي؟ تساوي المشتق اللي داخل اللي هو أوميغا تي قسمة ثلاثة الفتحة مع الشق الكوسينيس هذا مكان نفتح الكوسينيس مشتق أوميغا تي قسمة ثلاثة هو أوميغا على ثلاثة لأنه يشبه الـ أ في تي أ في تي اللي هو أ اللي هو أوميغا على ثلاثة مشتق الكوسينيس نعرفوه اللي هو ناقص سينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة واللي داخل ما يتأثرش يبقى نفسه في مرة هذا مكان. إذا كان نجي نشتق الكوسوس سينيس على هذه هذو نشتق ساعة داخل لقاها أوميغا قسمة ثلاثة ومن بعد اشتق الكوس اللي لقاه ناقص سينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة متساوي شنو ناقص ضربها في الإي شعاع زايد نفس الشيء لهنايا بالنسبة للسينيس اشتقوا اللي داخل لقاه أوميغا قسمة ثلاثة اشتقوا السينيس اللي لقاه كوسينيس في الحالة هذي أوميغا تي قسمة ثلاثة ونساوي الشيء شعاع نهزو أوميغا قسمة ثلاثة كعام مشترك برا ونكملو كملو مع بعضنا لقينا فيديو تي إيكال واش نديرو نديرو أوميغا قسمة ثلاثة كعام مشترك نديرو كي عندنا أ نزيدو لها أوميغا قسمة ثلاثة وبقى لنا ناقص سينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة الإي شعاع زايد كوسينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة الجي شعاع كنلقاو الموديل هذا شعاع متساويش بأن شعاع شعاع الموديل كيما قلنا كيما قلنا قبيلة هذا مربع مدلنا واحد هذا مربع ولا هذا مربع زايد هذا مربع مدلنا واحد وجدر واحد يبقى لنا واحد والربع هذا بجدرو تسمى مباشرة نحطو أ تسمى أوميغا على ثلاثة على لأنه موجب قيمة موجبة الوحدة متر على الثانية نروحو لقاما كما قلت لي هي الأكسيلاسيون تساوي دي أو أن مربع قسمة دي تي معناها باش تقوم مرتين ولا تساوي دي تي على دي تي اللي هي إكس دو بوا في الإي شعاع زائد إيكغيك دو بوا في الجي شعاع اللي هي نفسها مشتق مركبات السرعة مشتق مركبات السرعة بالنسبة إلى الزمن إكس بوا إلى في إكس بوا و في إيكغيك بوا أنا أشتقو هذا هذا مكانها هذا جاما دو تي واش تساوي عندنا أ اسمه أوميغا على ثلاثة كعام مشترك برا كالعادة مشتق للداخل اللي هو أوميغا قسمة ثلاثة مشتق السينيس ولا ناقص سينيس ولا ناقص كوسينيس تبقى لنا الداخل كيما راهي الإي شعاع نفس الشيء لهنايا مشتق أوميغا تي قسمة ثلاثة هو أوميغا قسمة ثلاثة ومشتق الكوسينيس هو ناقص سينيس راهي عندنا ناقص سينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة متنساوش الجي شعاع نهزو هذا كعام مشترك خرج لنا شيء أ في أوميغا مربع قسمة ثلاثة مربع اللي هو أ في أوميغا مربع قسمة ثلاثة مربع اللي هي تسعة وأيضا نخرجوا من نفس كعام مشترك يبقى لنا جي يبقى لنا كوسينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة في الإي شعاع زائد سينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة مضروبة في جي شعاع لو كان نحسبوا له الموديل والموديل تاع جاما دو تي في الحالة هذي شو يساوي؟ يساوي قيمة مطلقة لهذا اللي هو حاجة من موجب خلاص على خاطر هذا راح يروح بالواحد أوميغا كوسينيس مربع كوسينيس مربع هو الواحد واش دار واحد واحد وهذا كربع واحد جذر واحد بقى نفسه غير يرجع موجب لأن الطاولة تكون دائما موجبة الوحدة واش هي متر على الثانية مربع هذه هي وحدة الأكسيلاسيو وتو السؤال اللي بعد عطوني ريكوردني بولار اللي هو رو وتيتا شو يساوي رو شو يساوي تيتا رو تساوي شي الطاولة تاع او ان اللي حسبناها قبيلة ولا لا لقيناها خلاص
كمل برو تساوي الطويلة تاع واحد هي الموديل تاع واحد. تلاتة واش تساوي؟ تلاتة تساوي طونجونت موان زا، طونجونت موان زا تاع واشي تاع إكس تاع إيكغيك قسمة إكس، إيكغيك قسمة إكس. راهم نقسمو إيكغيك على إكس، راهم إيكغيك نقسمو على إكس واش يخرج لنا؟ يخرج لنا طونجونت موان زا لهنايا تاع واشي إيكغيك هو أ سينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة، هذا أ كوسينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة، أقوى مع سينيس قسمة كوسينيس هو طونجونت، طونجونت مع طونجونت موان زا مع طونجونت يروحو مع بعضهم، إذا تيتا مباشرة تبقى لنا أوميغا تي قسمة ثلاثة. قلنا بأن تيتا بالحالة هاذي تساوي شيك طونجونت موان زا، عندنا شيك سينيس قسمة الكوس هو نفس طونجونت تاع أوميغا تي قسمة ثلاثة. دلنا معادلاتها العكسية روحو مع بعض واش بقى لنا؟ بقى لنا أوميغا تي قسمة ثلاثة. إذا رو لقيناها أ وتيتا لقيناها هذه، إذا رو تيتا تساوي الحالة هذه وشي أ أوميغا تي قسمة ثلاثة، هذه هي رو، هذه هي تيتا. بعدها واش قالنا؟ قالنا إكري أو أن أو في أو غاما، ومن بعد قالنا واش لقاو لو موديل تاعهم في لي باز ولا في لا باز تاع كولوني بولار اللي هو إيرو و تيتا، نلقاهم مع بعضهم. او ام لي كوردوني بولار واش تساوي؟ تساوي رو في ايرو، ايرو هنا واش تساوي؟ رو معوضها باش تساوي اللي هو ا في ايرو. هذا قانون تاع او ام ولا مرتبة ولا شعاع الموضع فيها لي كوردوني بولار تساوي رو في ايرو. اوكي هذا واش ندير؟ لوكان نلقاو بي، بي واش تساوي الحالة هاذ؟ تساوي دي او ام على دي تي اللي هو الحالة هاذي ا في ايرو تسمى دي تي. غنشتقوه نشتقو شي هذا أ في إي رو، لا عبارة عن كونستون نخرجوه من الإشتقاق، خرجنا برا رجعنا أ نشتقو شي إي رو بالنسبة إلى الزمن. مباشرة نعرف بلي إي رو كي نشتقها هي تيتا بقى في إي تيتا ونخ، واللي ما يعرفش إلا بنا في إي رو قسمة دي تي واش يساوي؟ يساوي إي رو قسمة دي تي واش نديرولها؟ نضربوها في دي تيتا قسموها على دي تيتا، ومن بعد نبدلو الباس تاعها في زوج رجعنا شي دي ايرو قسمة دي تيتا مضربة في عشرين دي تيتا قسمة دي تي. هذا هو نفسه اي تيتا اثنان عرضنا في كتابنا ريزيمي، وهذا كي نفس تيتا بو دي تيتا على تي دي تي هو تيتا بو، وضرب تبديل اللي هي تيتا بو في اي تيتا، وهذا ما يساوي هذا كوسينيس تيتا في الاي شعاع زائد سينيس تيتا في الجي شعاع، وايرو تساوي ناقص سينيس تيتا اي شعاع زائد كوسينيس تيتا جي شعاع. كيما نشتقو هذا الكوب هذا بالنسبة إلى تيتا بصح تفرق كوسينيس هو ناقص سينيس، مشتق سينيس هو ناقص كوسينيس بهذه البساطة. إذا كنا كنا نبدو كنا عاود نبدو الحالة هاذي واش لقينا؟ الجملة بي يساوي أ في تيتا با في إي تيتا، و تيتا با نشتقو تيتا، تيتا هي أوميغا تي قسمة لها، تيتا با هي أوميغا قسمة لها. إذا بي في الحالة هاذي بي دو تي واش تساوي؟ أ في أوميغا قسمة ثلاثة هنا إي تيتا على هذا. والموديل تاعها اللي هو الطويلة في دو تي كطويلة كموديل واش تساوي؟ هذا عبارة عن كونستون نخرجوه على برا ونشتقوه شي نشتقو إي تيتا بالنسبة إلى الزمن. حنا بنا نشتق هذا بالنسبة إلى الزمن هو شي اللي نكتبو الساعة هذا، نشتق إي تيتا بالنسبة للزمن هي ناقص تيتا بوا إيرو، هذه معروفة. إذا جاما دو تي في الحالة هذه واش خرج لنا؟ يساوي ملاحظة تيتا با في الحالة هذه هي أوميغا قسمة ثلاثة، أوميغا قسمة ثلاثة مضروبة في أ أوميغا قسمة ثلاثة اللي هي أ أوميغا مربع قسمة تسعة مضروبة في الناقص، ناقص أ أوميغا مربع قسمة تسعة منساوش معناها لنا إير إير، بهذه البساطة. لو موديل تاعها طويلة نلقاوها طويلة قيمة مطلقة تاعها أ في أوميغا مربع قسمة تسعة. نفوتو لي بعدو واش قالنا؟ قالنا كالكي لابسيس كيربيلي اس تي ساشون كو اس دو تي ايكالا زيرو يساوي زيرو في اللحظة الابتدائية، اس دو تي ايكالا زيرو يساوي زيرو. نلقاو في ترمى بعضا ممكن نرتبو ربعة. حنا علمنا بلي دي اس قسمة دي تي يساوي في، شنو في معناها الطويلة تاع في؟ الطويلة تاع في حنا واش لقيناها؟ لقيناها نورمالمون هاذي الطويلة لقيناها ا
اسمه اوميغا. اذن هنا في الحالة هذه دي اس واش يساوي؟ يساوي ا اوميغا قسمه 3 حد دي تي. نديرو التكامل من هنا ومن هنا. التكامل تاع دي اس يساوي التكامل الحالة هذه تاع ا اوميغا 3 تاع دي تي. التكامل تاع دي اس معناها راه مضروب في الواحد هنا. التكامل تاع واحد بالنسبة لدي اس هو اس، لأن المتغير تاعي هنا هو اس بالنسبة إلى اس، وهنا هذا ثابت خرجنا ا اوميغا قسمه 3 وبقى لنا شيء واحد في دي تي. التكامل تاع واحد في دي تي اللي هو تي اللي هو زعما تي يساوي ا اوميغا قسمه 3 في تي. ما تنساوش زايد سي قيمة الابتدائية زايد سي، ولا قادر نسميوها اس زيرو. اس زيرو اسمها اس زيرو صح؟ اسمها سي صحيح. إذن اس بحال هادي شي يساوي يساوي ا اوميغا قسمه 3 في تي زايد اس دو زيرو. كيما لقاو اس دو زيرو هذا من الشرط، هذا من الشروط الابتدائية اللي مهمة. ملاحظة هذا بداية الزمن، هذا اس دو تي. اس دو زيرو واش يساوي؟ يساوي ا اوميغا قسمه 3 ضرب ب زيرو زائد اس دو زيرو الذي يساوي اس دو زيرو. تنجمنا بلي هذا واش يساوي؟ زيرو. اذا هذا يساوي زيرو. اس دو تي بحال هذا قلنا يساوي ا اوميغا قسمه 3 ضرب ب تي. هذا واش قلنا لك هنا كالتيري ولا كالتيري اف تي اي ا هي لي كومبوزون تونجونسيال تاع لاكسيلاسيون و لي كومبوزون نورمال. أبتي معروف واش يساوي؟ يساوي دي في على دي تي. ملاحظة هذه طويلة نكتبها بدون شعاع قصدي بها طويلة. ما راح الطويلة تاع في هي هادي كي نشتقوها تساوي زيرو لأنها ثابتة. عبالنا بلي في إيكالا كونستون الحالة هادي طويلة، طويلة تاع في إيكالا كونستون معناها كي نشتقوها تمدنا زيرو. إذا أ دي تي يساوي زيرو، تساوي متر على ثانية مربع. و أن في الحالة هذه كيف هتلقاو؟ أن كيف هتلقاو؟ تفهم الأمر هذا، بعد يقولكم هتلقاو في القاعدة ولا في القانون تاع أ إيكالا وشي ولا الطويلة تاع أ تساوي جذر أ دي تي مربع زائد أ أن مربع. لا بلا بلي أ تساوي جذر أ ولا غاما نفس الشيء، لأنو غاما هي نفس أ. أ تساوي شيء أ دي تي مربع زائد أ أن مربع. حنا لا بلا بلي أ دي تي يساوي زر، إذا أ خرجنا يساوي أ أن. شي هي ا هادي ولا شي ا هادي؟ هي الطويلة تاع غاما اللي نفسها ا ولا غاما بعد ا ان. واش يساوي الطويلة تاع غاما؟ لقيناها كبيرة، لقيناها نورمالمون ا في اوميغا مربع قسمة 9 متر على الثانية مربع. هذا ما كان بعدها قلنا لو ندزو لو راي دو كيربي اللي هو ار. ار هذا شحال يساوي؟ اللي هو لو راي دو كيربي. حنا على بالنا بلي شي ا ان واش يساوي؟ يساوي في مربع قسمة ار اللي هو لو راي دو كيربي. إذا نبدلو بلايص تاع هادو في زوج نرجع نمشي في لوراي دو كيربير في سال سال بي مربع قسمه أ أن في القيمة تاعها اللي هي أ في أوميغا قسمه 3 ديرولها التربيع قسمه على أ في أوميغا مربع قسمه 9. واش نمشي أ مربع أوميغا مربع قسمه 9 في ولا كسر الأول في الخلود الثاني طرف 9 مع 9 أوميغا مع أوميغا أ قسمه أ مربع اللي هي لا مربع قسمة أ. عندنا أ إذا لو راي دو كيربي في الحالة هذي خرج كونستون يساوي أ أكيد وحدة تاعها متر. اللي بعده ولا آخر سؤال دوني ليكسبريسيون دو لي فيكتور إينيتال إلي تي أو إي أن إي تي اللي هو فيكتور إينيتال واش يساوي؟ يساوي في أنو لي فيكتور إينيتال تونجونسيال يكون تاع القبيل السرعة، لأن يعني السرعة تكون مماسية اللي هو الشعاع في قسمة الطاولة تاعو قسمة الموديل تاع في. في لقيناها تساوي نورمالمون أ في أوميغا قسمة 3 ناقص كوسينيس أوميغا تي قسمة 3 في الإي شعاع زائد سينيس أوميغا تي نورمالمون ناقص سينيس سينيس أوميغا تي قسمة 3 إشعاع، وهنا لقينا كوسينيس أوميغا تي قسمة 3 في جي شعاع، نقسموها على الطويلة اللي هي لقيناها أ أوميغا قسمة 3، تروح هذي مع هذي، خرجنا وجد إي دو تي، واش يساوي؟ يساوي ناقص سينيس أوميغا تي قسمة 3 في الإشعاع، زائد كوسينيس أوميغا تي قسمة 3 في جي شعاع. هذه البساطة، وصح لو كان نحسبوا لها الطاولة تاعها لقاها تسوي الواحد، لازم تخرج من الطاولة تاعي في حالة تسوي الواحد، بالفعل الطاولة تاعها هذا مربع زائد هذا مربع تحت زائد خرجنا واحد، وأرى أن اليوم ركيبة ناضجية واش تساوي؟ فيكتور إنتر
اي ان واش يساوي بحال هذا يساوي ان اكسيلراسيون نورمال قسمه ان بالطويله واش يساوي حنا لو لمنا ان بحال هذا هو نفس ا نساوي لانه ا لي تي يساوي زيرو بحال هذا بينا واش يخرج لنا من هنايا نورمال لقينا ناقص ا في اوميغا مربع قسمه 9 هنا لقينا كوسينوس اوميغا تي قسمه 3 الإشعاع زائد سينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة الإشعاع قسمة وجه الطاولة تاع اللي هي أ أوميغا مربع قسمة تسعة تروح على العائد على ناقص كوسينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة الإشعاع ناقص سينيس أوميغا تي قسمة ثلاثة الإشعاع هي بسيطة وبالفعل نحسب الطاولة تاعو بحال هادي تحتوي الواحد كملنا هذا التمرين إن شاء الله تكون فهمتو تلقى ثلاثة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.